السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. النهاردة مع المحاضرة الثالثة من المعمل التام لعلماء مصر Guide for Scientific Research in Post-COVID-19 Crisis مع دكتورة هدى يسري اللي طبعا منورانا في أكثر من معمل. بعد معنا هي دكتورة هدى يسري مدرس وراثة طبية بكلية طب جامعة قناة السويس ومدير وحدة البيولوجية الجزئية بمركز التميز في الطب الخلوي والجزئي. فأهلا وسهلا بينا بك يا دكتور وتفضلي. أهلا وسهلا. تمام كده ممكن أبدأ دلوقتي؟ مفيش مشاكل؟ أعتقد الشباب قالوا نوتيفيكيشن وتمام. تمام عشان ما نتأخرش برضو. السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على Guide for Scientific Research في Post COVID-19 Crisis. أعرفكم نفسي الأول، أنا دكتور هدى يسري عبد الله، أنا مدرس وراثة طبية في كلية الطب جامعة قناة السويس افهم الاكسبكتيشنز بتاعتكم، افهم انتوا عايزين ايه. وفعلا كان مفيد بالنسبه لي عشان انا كنت كان السكوب بتاعي مختلف شويه، بس برضو يعني فوجئت الناس السكوب بتاعها مختلف شويه. انا هنا بقول هعمل ساينتفك ريسيرش بوست كوفيد 19 كرايسيس. بوست كوفيد ده يعني انا مش هعمله على كوفيد، انا بتكلم على الساينتفك ريسيرش بشكل عام او اتجاهه او هنعمل فيه ايه او جايد لاينز يعني نمشي فيها بعد مرحلة أزمة كورونا دي أو الفترة الحالية. إحنا يعتبر دلوقت بعد الكوفيد 19 كرايسيس على أساس المفروض أنها انحصرت، بغض النظر عن الأراء إحنا ابتدينا موجة تانية، الأرقام مش مظبوطة يعني أيا كانت، بس بشكل عام المفروض إن عايزين نشوف لو عايزين نعمل ريسيرش من بعد المرحلة اللي فاتت دي بمشاكلها ممكن نمشي إزاي. ف يعني انا احب طبعا يبقى في تفاعل، ولو في اسئله انا مش هقدر اتابع البرزنتيشن والاسئله في نفس الوقت، بس على الشات ممكن نحط الاسئله اللي احنا عايزينها، لو في حاجه مزد مني او في حاجه يعني انتم محتاجينها فنحطها على الشات وهنجاوبها في الاخر. بس انا مش تخصصي فيرولوجي، في دكتور اسلام حسين ما اعرفش امبارح كان عنده محاضره ولا لا، كان شايفه الناس اللي عايز تشتغل على شغل كوفيد 19 او على الفاكسينز او فيروسز يعني بشكل عام. انا مش سبيشاليتي بتاعتي كده، انا جاي اتكلم النهارده الناس معظم الناس في المعمل اندر جرادويت عايزين يخشوا مرحله ان هم يعملوا بحث علمي، فبما انهم عايزين يبداوا واحنا دلوقتي في مرحله شائكه او مرحله جديده على العالم كله بعد ازمه كبيره وفي تغيرات كبيره، فناخد جايد كده هو ننور لنا حتت بحيث اللي عايز يمشي في التراك ده يقدر يبقى عنده بصيره شويه بالوضع دلوقتي عامل ايه وايه المتطلبات وايه اللي ممكن يعمله ويفيده في السكه دي. فالأجندة النهاردة بتاعتنا هنتكلم على البوست كوفيد 19 تشينج، ده على عجالة كده هو في المفروض حصل تغيرات من ناحية التكنولوجيا ومن ناحية الهيلث اند ساينس، دي اللي هنتناولها تحديدا. في تشينجز طبعا حصلت في كل مناحي الحياة، لكن احنا ده اللي يخصنا فهنتكلم عليه على أساس برضو أما نفكر، والسؤال اللي ناس كتير طرحوه أنا أفكر في موضوع أعمل فيه بحث إزاي، فإحنا بناء على التغيرات اللي هنقولها الأول دي ممكن تديك جايد كده أنت ممكن دلوقتي العالم محتاج إيه أو إيه اللي تفتحت مؤخرا ويستني الناس تقتحم المجالات دي بشكل قوي يعني. بعد كده برضو تكملة إزاي هنعمل سيليكشن للأيديا بتاعت الريسيرش بتاعنا. أنا ماشي فهمت التغيرات اللي حصلت، بس إزاي برضو يعني حوصل لفكرة بحثية وإيه الطرق اللي ممكن تخليني أعرف أوصل الموضوع ده بطريقة صح وكمان أبقى عارف طريقي ماشية مش بلوش يعني. تالت حاجة هنتكلم فيها الريسيرش بروتوكول. الريسيرش بروتوكول ده أنا المفروض عندي دلوقت فكرة عايز أعملها. قبل ما أدخل كده أنا مش الفكرة هاخدها كده هو وأروح ناطط في معمل ناطط في أعمل كويتشنير وأنزل أقعد حتى أكتب لتريتشر كده، ولازم الريسيرش بروتوكول بتاعنا ده زي خطة العمل بتاعتنا. هنتكلم هي إيه مكوناتها وتيبس خاصة بكل آيتم فيها نمشي عليها بحيث أما حد منكم إن شاء الله يوصل لعنده فكرة كويسة ويحط يعرف إزاي يحط لها ريسيرش بروتوكول يبدأ منه
وبعد كده بقى مرحلة تانية يعني كتابة بقى والنشر والحاجات دي أكيد ناس تانية في المعمل هتغطيها، أو حتى في محاضرات أونلاين المعمل كتيرة بتغطي الحتة دي يعني. بس إحنا بما إننا انتراكتف كده، هو هنقول إزاي يعني نخش في الحتة دي، واسمع أسئلتكم برضو عشان نساعد إن إحنا في ناس فعلا كتير منكم سألت أنا عايز أخش مجال البحث العلمي أخشه إزاي. ففي خطة لازم تتحط لأي حاجة أنا همشي فيها. رابع حاجة من أسئلتكم بقى إزاي نعمل سيرش. أنا حفيدكم في السيرش أكتر في التخصصات الطبية، هقول طريقة يعني السيرش أو أماكن أكتر، والإيكي بي ده هيفيد الطبية وغير الطبية، هقول لكم ازاي تخشوا فيه، فدي ممكن تفيدكم. لكن انا بحكم تخصصي شويه هتلاقوني يعني باجي كده ناحيه الطب، بس سهل الكلام ده يبقى ابلايد يعني على حاجات كتيره، انجينيرنج، كمبيوتر ساينس، العلوم الانسانيه حتى ايا كانت. اخر حاجه ريسيرش جروبس، برضو كذا حد سال طب انا دلوقتي متحمس عايز اعمل ريسيرش، ازاي انضم لفريق بحثي، سواء مايل او سواء مع دكاتره او ايا كان، يعني ايه المتطلب ان انا بقى ابقى في تيم بيعمل ريسيرش. فدي برضو هنتكلم عليها بقى وتبقى انتراكتيف اكتر في اخر المحاضره. طيب احنا ما قلنا اول حاجه هنتكلم على البوست كوفيد 19 كانجس، وقلنا هنتكلم في التكنولوجي. احنا كان عندنا لحد من كام شهر فات وكده هون او 2020 في باريرز كده مع استخدام التكنولوجي، كان الميديسن بالذات انا لازم اروح للدكتور لحد عنده ويكشف ويعمل كده. الازمه دي خلتنا نعتمد شويه على حاجه اسمها التلي ميديسن، والدفع طبعا لازم عشان الناس كلها تشتغل، فبقى التكنولوجي والباريرز دي نزل يعني اتهدت شويه او بقى ما بقتش زي الاول، قلت كتير. برضو اللي هو السكولينج في البيت نفسه او الاونلاين ليرنينج بقى حاجه يعني جامده، واكتشفنا ان احنا كان في ميتينجز كتيره، كان في ابوينتمنتس عند دكتورز والكلاسز، حضور حاجات كتيره، ممكن ان احنا يعني ايميل يحل المشكله دي، بس احنا ما كناش يعني قادرين نخش في القصه دي، مش ايميل لكل حاجه، بس قصدي يعني حاجه ديجيتال ممكن تحل المشاكل دي. و احنا في بعد اللي هي كوفيد 19 ايرا ديا ابتدينا فعلا العوائق دي نشيلها. بقى في برضو دلوقتي هيلثير ديجيتال لايف ستايل، الديجيتال لايف ستايل ابتدى بقى كل واحد في الازمه دي انا ممكن اقدم ايه بصفتي خبير في الحاجه الفلانيه، او بصفتي بعرف في الحاجات الفلانيه، انا ممكن اقدم للناس ايه حاجه محتاجينها في الفتره دي. فطلعت عندنا الكونسرت، طلعت عندنا اللي هو التدريب عن طريق الاونلاين يعني، وحتى في رياده الاعمال او الحاجات الكونتست بتتعمل دي، الانتربرنور ابتدوا يعملوا البيتشنج بتاعهم، والانفستورز وشغل وبزنس فعلا يتعمل عن طريق دي. فدي برضو بقى في هيلثير ديجيتال لايف ستايل، فكل اتجاه كده متجه معانا يعني نبقى ديجيتال من ناحيه التكنولوجي. برضو الفيرتشوال رياليتي، وفي دلوقتي اوجمانتد رياليتي، انا ما اعرفش فيهم قوي، بس بره مش في مصر يعني، في الفترة اللي فاتت في ناس كتير كانوا بيستخدموها عشان الضغط النفسي وعشان السوشيال ديستانسينج دوان، كان ممكن بتفيدهم بالذات الناس اللي ان احنا الفيرتشوال رياليتي دي دلوقتي ممكن تخليها للطلبه في كلاس روم تفرق معاهم، ممكن في سيتنج للكوميونتي كده بحاله او مجموعه يعني، او حتى عشان نعمل بيها بوزيتيف سايكولوجي انترفينشن للمرضى، او لو حصلت يعني حاجات معينه ممكن نستخدم فيها الفيرتشوال رياليتي. من ناحيه الهيلث والساينس زي ما قلنا بقى التلي ميديسين دوام بقت حاجه الوقت مور ابيلينج، كان الاول مش 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 داخل قوي، بقى دلوقتي في يعني الناس لقيت ان هو اقل في استهلاك الفلوس والوقت وكده هو، فابتدى في دكاتره من جروبس سواء بقى على السوشيال ميديا او مباشره مع العيان، فابتدى موضوع التلي ميديسن دوان يبقى بريفالنت اكتر. اكتشفنا احنا مع ازمه ان ما فيش حد عارف يعمل لقاح، ما فيش حد عارف يعمل دواء، ان الاتجاه
اكتر مع يبقى ان البيج فارما او الفارماسيوتيكال دراجز بشكل عام ممكن الحكومه تبقى مسؤوله عنها بالذات في اوقات زي كده اكتر من الشركات الخاصه اللي هي بالنسبه لها حاجه زي اللي حصلت دي ما كانتش هتحقق البروفيت. بنقول بقى دور الساينس نفسه دلوقتي الناس كانت قاعده مستنيه الفاكسين مستنيه الدواء مستنيه اي حاجه تحصل تنقذها من البلاوي اللي احنا فيها ديا بالذات الناس اللي شغاله في مجال البابليك هيلث والابيديميولوجي بقى في دلوقتي احترام لدورهم غير لما بقى لهم فتره او سنين الموضوع كان متاخد دورهم لايكلي شويه فده حاجه كويسه. في بقى نقطة مهمة كمان إن هو الريفيجن بتاع الريسيرش فاندينج. إحنا كان بقالنا كذا سنة بالذات في مصر كل الحاجات اللي عايزين يمولوها أو يدوها فلوس اللي هو يقول لك applied research يعني حاجة طبيعية كده هون عشان إحنا كمجتمع محتاجين حاجة تتنفذ على طول، لكن في الأزمة دي بالذات خلت عينينا كده هون ان احنا لا البيزيك ريسيرش ده مطلوب برضو عشان بيساعدنا ان احنا نعرف اهم يعني الحاجات البيزيك لولا مثلا السيكوانسنج اللي كانت عمل للفيروس دوا مش هنعرف بعد كده نعمل فاكسين او مش هنعرف نعمل الدواء اللي بيشتغل عليه مش هنعرف تفاصيل، فلقينا ان احنا لازم نشتغل على الشورت تيرم نيدز وده هتحتاج في شكل الابلايد ريسيرش والبيزيك كمان ريسيرش دوان اللي هو ميديوم ولونج تيرم بحيث ان الاثنين يشتغلوا مع بعض وفكره ان البيزك ريسيرش دوان كان خلاص بقى اوبسوليت او حاجه قديمه لا ده هو الاساس اللي بنبدا عنده بس هو عشان بياخد وقت شويه ومجهود وصرف وكده بدون ما يظهر نتيجه مباشره زي الحاجات بتاعه الشورت تيرم ما كانش له تشجيع قوي فدي برضو نقطه هتبقى مهمه. كمان الريفيجن بتاع الساينس كوميونيكيشن احنا في الفتره بتاعه الكوفيد دي كان في حصل انتجريشن يعني كان بتطلع النتائج المجتمع كله بيعرف فيها بتبدا تتحط السياسات بتاعه وزاره الصحه في او يعني الوزارات عامه بتاعه الصحه او علاج المرضى ساعتها وده المفروض يبقى دور الريسيرش تحديدا او في الميديسن يعني ان هو على طول بعمل حاجه وتروح للمجتمع وتروح تفيد يتعمل لها جايد لاينز وتنزل للمريض فده كان مهم الدور دون. وكمان الساينس كوميونيكيشن دلوقتي ده ديسيبلين مهم ان انا ابسط المعلومه ازاي بحيث الناس تفهمها كله يفهمها ما اجيبش حاجات مكعبله قوي كده ما حدش فاهمها الناس البوليسي ميكر اللي مش في نفس التخصص مش قادرين يستفيدوا بيها فدي نقطه مهمه برضو وبانت اهميتها في الفتره الاخرانيه. دي حاجة عامة كده هو بس تفتيح مواضيع على الوضع اللي حصل في الهيلث والساينس والتكنولوجي أهم الحاجات. طبعا في برضو الارتفيشل انتليجنس والبريدكشن بتاع المسار المرضي والحاجات دي من الهوت ارياز برضو. فأما نشوف بقى احنا دلوقت يعني شفنا الوضع ازاي بقى أنا أختار فكرة للبحث بتاعي. أول حاجة اللي هو أنا عندي أفكار كتيرة معمولة مثلاً برا مش متطبقة عندي في المجتمع بتاعي في النتائج اللي برا بالنسبة لي مثلاً في تخصصي إحنا كجينات مختلفة عن الناس اللي برا فلا أنا ما بعملها هنا بلاقي نتائج تانية هناك عاملين مثلا الناس بتاع الانجينيرنج او كده او الابلكيشن بتكلفه عاليه قوي لا انا هنا انا محتاجه اقلل التكاليف الحاجات دي فمش محتاج اعمل حاجه واو في ليها بيزس او في معموله اوريدي بس انا بعمل جزء صغير جديد اللي هو بوبيوليشن مختلف بحاول اقلل تكلفتها بحاول اغير في الميثودولوجي نفسها اللي هي بتتعمل بيها ده حاجه اكسبتد وموست كومن في الريسيرش هنا بما ان ساعات كتير ما بيبقاش في عندنا فرصة أو الإمكانيات لأن أنا أبدع من أو أعمل فكرة من سكراتش فدي أن أنت تبني على أفكار اتعملت كتير أو بتزود حتة صغيرة أو بتعمل نفس الفكرة بس بطريقة مختلفة تصلح مع اللي أنت فيه الجو أو البلد اللي أنت فيها فده ده لاين مهم جداً. الهوت توبكس كل مجال عندنا هنا هو من اللايف ساينس او السوشيال ساينس في مجلات معروفه او سايتس معروفه بتحط الهوت توبكس شهريا وساعات اسبوعيا وبيبقى في معروف كده هو حاجات هي اللي عليها العين في الريسيرش
الناس اللي تقدر او شغاله مثلا في جروب مع دكاتره ممكن يجيبوا فند او كده، بتبقى الحته دي مناسبه ليهم. لكن لو حد لسه يعني بيبقى الدنيا غلبان على قده او كده، الهوت توبكس دي عاده بتبقى حاجه جديده محتاجه تكاليف ومحتاجه تجارب كتيره، مش هتبقى مناسبه لحد صغير قوي كده، بس ممكن تنضم لناس شغالين فيها. نقطة من مهمة جدا ان بيبقى فيه في اخر الرسائل او البيبر المنشورة بتاعت الساينتيفيك ريسيرش ريكومنديشنز. ريكومنديشنز دي ممكن تبقى في الاخر مع الكونكلوجن، ممكن تبقى بين الكتابة نفسها، بس بيبقى لها سيكشن بحاله موجود في الرسائل اللي هي العلمية دي. فانت بتاخد الريكومنديشن دي، الشخص دون او فلانة عملت بحث في المجال اللي انا بحبه او اللي انا عايز اشتغل فيه، وفي الاخر لما خلصت بتقول ريكومنديشن او توصيات، لا ما انا عملت كذا ما كانش المفروض اعمله، انا كان المفروض اعمل لو عملته بالطريقه دي كان هيبقى احسن، انا محتاجه ازود عدد المرضى مثلا اللي بشتغل عليهم، انا محتاجه الميثود ده لا ما مش صح ومحتاج نجرب ميثود تانية. فانت ممكن تفكر كده. هو فالريكومنديشن دي اللي هي بنبتدي من حيث انتهى الاخرون، انت حد عمل حاجه ممكن تكون انت كنت بتفكر فيها او حتى في نفس التوبيك، وانت بتاخد اللي هو وصل له دون وبتبدا بقى منه نقطتك البحثيه. فدي نقطه تانية. طبعا موضوع الكوميونتي نيد بالذات احنا عندنا كان في فتره الكوفيد 19 الناس كلها شغاله والفند نازل شغال، اي حد يا جماعه افكار ابلكيشن، افكار اجهزه، افكار حاجات للنقل، حاجات للفينتك اللي هي استخدام الفلوس والدفع اونلاين يعني ما تبقاش مباشره، حاجات في الميديسن، حاجات في الفارماسي، الابلكيشن بتاعه الفارماسي، كل الحاجات دي كانت مجال ان اي حد يبتكر ويعمل. احنا الابتكار ده نوع من انواع البحث، عشان برضو الاثنين يبقوا مع بعض، كلمه ابتكار دي ليها علاقه برضو بالبحث العلمي، الاثنين مكملين لبعض، او لازم البحث العلمي اي حد بيعمل بحث يبقى فيه نوعا ما ابتكار او يعني حاجه جديده او حاجه هتبقى مفيده. فمهم جدا ان انا افكر في حاجه، بالذات لو عندي مشكله بفكر في المشكله دي. احنا عندنا قبل حكايه كوفيد 19 مثلا مشكله فيروس سي، مشكلة مشاكل صحية تانية، الكانسر مثلا التوب عندنا البريست كانسر او البروستيت كانسر ايا كان، بشوف انا الحاجات التوب دي واشتغل فيها عشان بيبقى لها هتلاقي عدد مرضى كتير يعني ينفع تشتغل وتديك نتائج بحيث تفيد بعد كده هو الناس، هتلاقي فند حتى جاي برضو يعني للحتة دي عشان هم عندهم مشكلة للمجتمع وعايزين نحلها وهكذا، بيبقى تفكير منطقي. في برضو في تخصصات بقى سواء التخصصات العلوم الإنسانية أو بقية التخصصات اللايف ساينس، رؤية مصر 2030 دون لو دورت عليها على النت هتنزل كده ملف تعرف مصر عايزة توصل لإيه في 2030 أو عين البوليسي ميكر على إيه 2030. أما بتشتغل في الحاجات دي بتلاقي تشجيع دايما، هتلاقي التشجيع ده بيترجم إن هو هتلاقي لها فند برضو من جهات مختلفة، أو هتلاقي بعد كده نشر برضو أسهل لما تعمل الشغل ده وتنشره هتلاقي يعني نشره أسهل ومفيد. فأما تشوف الدايركشن بتاع الدولة بتاعتك رايحة فين أو إيه اللي هي عينها عليه، كل واحد في مجاله متقسم الحاجات دي، مش خلطبيطة كده هو، لا في كل مجال كده هو مصر عايزة يعني إيه طموحها أو رؤية 2030، ده هيفيدك برضو أن أنت تختار. زي ما أنا قاعدة أقول في كل حاجة الفند، أنا بشوف ممكن أشوف الجهات المنحة في مصر اللي بتدي فلوس للأبحاث، الموضوعات اللي هي مهتمية بيها ايه، وابدأ اخد التراك دون عشان اقدر اعمل الاول يعني ليا سمعة او خبرة في الموضوع ده، ومطلب بقى فلوس ساعتها عملت انا السمعة دين واطلب فلوس اعمل حاجة اكبر وهكذا، وساعتها انا بشتغل في حاجة هم يعني عايزين يعملوا لها فاندينج. برضو من الحاجات اللي بعتبرها مهمة المواقع اللي على مواقع يعني اللي على السوشيال ميديا العلمية، لينكد ان، ريسيرش جيت، حتى تويتر، حاجات اما تتابعي
صفحة علمية أو مجلة علمية وانت عاملة النوتيفيكيشن شغالة في أبليكيشن نفسها للريسيرشر نفسهم. عندي مثلا كل أنا كبل الكيورد أنا مهتمية بكذا كل شوية تبعت لي آخر حاجة اتنشرت في المجال دون, بتخليني عناية طول النهار بدون ما أنا أبقى قاعدة obligated وكأني أنا مثلا قاعدة مش بذاكر يعني قاعدة بعمل شغل, ببص كده هو طول النهار الموضوع ده لحد ما جيلي أفكار أقدر أنفذها. يعني طول ما أنا مخلية دماغي وعيني كده هو على المواضيع اللي هي في دماغي عن طريق السوشيال ميديا المواقع اللي هي العلمية الخاصة بي بتخصصي والأبليكيشنز المختلفة, هتخلي دماغك لوحدها كده هو بتفكر وبتجمع الدنيا في بعض وهتلاقي أفكار مختلفة تماما عن أنت لو دخلت أنا دلوقتي هقعد مثلا ساعة ولا ساعتين أدور على حاجة. أما مبقاش في أبليكيشن وأنت قاعد تشوف حاجات كتيرة هتخلي دماغك تفتح أحسن. من الحاجات اللي بنشجعها جدا دلوقتي وكل الناس يعني في المجال العلمي والبحثي بيشجعوها اللي هو المالتي ديسيبلينري ريسيرش, يعني التخصصات المختلفه, ميديسن مع كمبيوتر ساينس, فارماسي مع انجينيرنج, بايوتكنولوجي مع انجينيرنج برضو, ايا كان. حتى انا كان ناس علوم انسانيه في كليه التربيه عايزين نشتغل معاهم احنا في ميديسن, فيعني المانجلينج دون او التخصصات المختلفه بتخليك زي ما انت شايف الصوره قدامك كده بتشوف الصوره هوليستيك على بعض, مش بتشوفها من حته تخصصك بس اللي هي ما بتبقاش كافيه. غير ان مثلا احنا في الميديسن في حاجات بيعتبروها في الكمبيوتر ساينس بسيطه جدا واحنا مستهيبينها, وهم بالنسبه لهم برضو شرحوا بيفكروا في ابلكيشن. طب انتوا عايزين بيانات, عايزين نعرف الدنيا بتمشي ازاي عندكم, بنكمل بعض ودي بيبقى يعني المردود ليها احسن كتير من تخصص واحد بيشتغل في حاجه واحده. دي مصادر لافكار ممكن بقى تطلع لك افكار كتير جدا, يعني حاجات كتيرة جدا خالص ممكن تعرفها, فهتخلي الدنيا عندك بتنور كل شوية. طبعا عشان انتوا السن لسه صغير ولسه في بداية الطريق, ده يعني حاجة عادية جدا ان انت تحس الموضوع مكلكع وتحس ان انا بتكلم النهاردة هي بتقول ايه وتحس ان لا الدنيا مش سهلة, ده طبيعي, ده حاجة لسه في البداية. الواحد اي حاجة بيبدأ فيها تعلم بيتعلم عجلة حتى يسوق عجلة بتبقى الدنيا الأول صعبة وفي تعثرات في حاجات مش فاهمينها, وبعد كده واحدة واحدة الدنيا بتمشي. فبرضه عشان الناس ما تتخضش أو تحس إن الموضوع صعب, بالذات إن إحنا داخلين بقى على نقطة إزاي أعمل ريسيرش بروتوكول, أنا عندي فكرة دلوقت وعجباني وعايز بقى أبدأ أنفذها إزاي بالخطة بتاعتي أو الريسيرش بروتوكول. احنا لو قلنا عرفنا البحث بشكل عام والبحث العلمي ده بنقول ان هو systemic collection وanalysis وinterpretation of data عشان نجاوب بيها سؤال او نحل مشكلة. ففي collection بعد كده analysis بعد كده interpretation كمان نترجمها دي او يعني نخليها حاجة مفهومة. فعشان اعمل انا البروسيس دي كلها بحتاج الاول problem او question بتاعي, بحتاج البلان الخطة اللي أنا هقدر أمشي بيها عشان أوصل لنتائج, وفي الآخر النتائج دي بتبقى في شكل داتا بعمل لها أناليسز, والأناليسز اللي أنا عملته دون هيبقى انتربريتد في شكل نتائج بضيف بيها للعلم أو بساعد بيها في مجالي. فإحنا لو قلنا الريسيرش بروتوكول بتاعنا, أنا دلوقتي عايزة أعمل الخطة بتاعتي, بحط الأول عنوان للشغل اللي أنا هعمله عادة, يعني أنا هقوله الأول بس هو عادة بيتحط, بنخلي العنوان ده بيجي في الآخر, بنحط الأول عنوان مبدئي بس كده عشان الدنيا تبقى يعني ما تبقاش هيزي قوي, بس بعد كده هو بنظبطه شوية وبيبقى بيتحط في الآخر. تاني حاجة الانترودكشن, هنقول دي عبارة عن ايه, الريسيرش كويشن بتاعي اللي هو السؤال البحثي, الديزاين بحط بقى الديزاين بتاع الشغل بتاعي, البادجت الفلوس هحتاجها قد ايه, التايم سكيدول لازم احط لي تايم, ما سيبش المواضيع كده هو يعني ما بنسيب المواضيع الدنيا بتبهوأ خالص مننا, المصادر ريفرنسز والإثيكال أبروفل, ده في بعض البحوث بتستلزم زي الميديسن والناس اللي بتشتغل برضو ساعات على حيوانات بيبقى فيه محتاجة موافقات أخلاقية. فلو اتكلمنا عن التايتل دوان بيبقى العنوان بتاعنا,
يدي المسج بتاعتي انا هعمل ايه. ممكن يبقى في شكل حتى نحطه في شكل سؤال, او ممكن بس مجرد ديسكريبشن للمشكله بتاعتي. ولازم بيبقى نوعا ما عنوان محفز, يعني عشان بعد كده من حد في السيرش كده طلع له يحس ان العنوان جذبه, شده, حاسس منه ان هو هيستفيد. فدي مع الوقت برضو بتبقى تالنت وبتعرفوا تعملوها. التايتل لازم بيبقى بحاول اخليه على قد ما اقدر, عشان برضو في تخصصات عن في مثلا في صيدلة او في الحاجات اللي فيها مركبات كيميائية بيبقى العناوين بتبقى صعبة, وهم مش بامكانهم انها تبقى اسهل من كده. هو مركب اسمه صعب كده والدنيا ملخفينة في بعضها. بس انا لو بامكاني ان انا احاول يبقى سيمبل وبريف واتراكتف على قد ما اقدر, دوان هيبقى مهم جدا. المفروض ان هو يبقى في حدود 10 ل 12 كلمة, ممكن يزيد عن كده عشان بحكم التخصص او بحكم الستادي, بس ايا كان. لكن لما بيبقى العنوان طويل ومبهوأ بدون داعي, ده بيحسس القارئ اللي قدامك او بعد كده لما حد بيشوف العنوان دون ان انت مش مركز كده, وما بتقدرش تجذب انتباه الريدر, وانت يهمك انت كباحث ان شغلك ده يجذب انتباه الناس ويقروه ويستفادوا منه ويعملوا سايتيشن وانت تبقى عالم كبير. فمثلا انا بقول دراج كذا ده لو افكت على ماسكولار كونتراكشن لمده ساعه ان سنيلز اوف كذا سبيسيز, عنوان لنسي على الفاضي. انا ممكن دراج كذا انديوس ماسكولار كونتراكشن ان كذا سنيلز, مش محتاج بقيه الكلمات الزياده دي اللي ملهاش لازمه, ما اثرتليش على المعنى اللي عايزه اوصله, وبالعكس قللت وبقت الدنيا كونسايز اكتر. بستخدم الديسكريبتيف وورد اللي هي الكيورد عشان لما بعد كده لما حد بيعمل يدور يلاقي اللي هو التايتل بتاعي ده يبقى فيه الكيورد يبقى يطلع له على طول. برضو انا بكرر تاني, مهم جدا العنوان عشان يطلع للناس, عشان شغلك ده يتعرف وعشان شغلك ده يستفيد بيه الناس, ما يتركنش على جنب. ممكن ان هو يعرف النيتشر اوف ذا ستادي, دي بقى هنعرفها بعدين النيتشر دي. يعني ممكن بشكل عام شوف انت ممكن لما الناس تعمل سيرش على شغلك دون حاول تخليه يبقى في العنوان. مثلا هنا الافكت بتاع دراج اي اون سكيزوفرينيا بيشنت ستادي اوف ا مالتي سنتر ميكسد جروب. الافضل ان انا اقول النوع الستادي سايكولوجيكال افكت اوف دراج كذا اون سكيزوفرينيا بيشنت A multi-center randomized control trial. وهنا حدد نوع كمان الستادي أو نوع الديزاين بتاعي, فدي بتبقى مهمة. هو طول شوية بس بقى العنوان أحسن وأدق وحيساعد الناس لما تيجي تدور. بعمل ما بحطش abbreviation أو كلمات مكلكعة في العنوان, يعني ممكن أحط AIDS أحط NATO دي معروفة عند كل الناس, لكن ما حطش حاجات اختصارات ملهاش لازمة, او احط كده هون حاجات مختصرة والناس ما تعرفهاش. زي هنا هو الMMP دوان تحت زي ماتريكس ميتالوبروتينيز مش عارف بروتين, مش سهل ان حد يبقى عارف ان هو الMMP دوان هو ده, وممكن يكون في تخصص تاني الاختصار ده له معنى تاني. ده التايتل بشكل عام زي هنمشي فيه بالشكل ده, بس بنحطه في الاخر. يعني بعد بقى ما اعمل الانترودكشن بتاعتي كده واظبط البروتوكول بتاعي, ممكن ارجع تاني اريفيزيت التايتل واعمل له تعديلات اكتر. الانترودكشن دي يا جماعه مهمه جدا. الانترودكشن دي بتعرف فيها ايه البروبلم, انت اصلا مدخلك للريسيرش بتاعك دون ان انت هتقرا كتير في يعني ساينتفك بيبرز كتيره, وهتلخص منها, والتلخيص دون هتحطه في الانترودكشن دي عشان برضو يبقى لو ناس شغاله معاك او انت بتقدمه في حته يبقى مفهوم انت بتعمل ايه او ايه الغرض من شغلك. فبيبقى ايه اللي هي البروبلم بتاعتي, موقع الـ دلوقتي العلم في النقطة دي, أنا بتكلم مثلا عن المرض الفلاني وصلوا فين في علاجه لحد الوقت, إيه اللي ناقص, إيه اللي يعني بيبقى دي مهمة جدا أن أنا أعمله. وإيه بقى اللي ناقص دون أخده بقى, أنا هحل الحتة الفلانية من اللي ناقص دون, أو أنا همشي هعرف الحتة دي هعمل فيها ريسيرش بحيث أزود للعلم أو أضيف جزء في الحتة دي. فده يعني بيبقى الشكل العام.
فاحنا لو بنتكلم بشكل يعني تفصيلي اكتر، يعني هو اللي احنا قلناه ده بشكل مجمل اللي محتاجينه في الانترودكشن، فانا بعرف المشكله بتاعتي وبعرف برضو اهميتها دي ممكن تكون مشكله صحيه، ممكن مشكله صناعيه، ممكن مشكله زراعيه، سوشيال ساينس، ايا كانت بتعرفها. المفروض ان انا بقى في الانترودكشن دي بحاول اجاوب على علامات استفهام كتير، وات واي هو واي وات، يعني كل الحاجات دي انا بحاول اجاوب عليها في الانترودكشن عشان تدي اي حد يقرا البروتوكول بتاعي ده فكره عن اللي انا هعمله. فلو ادينا مثال كده، هو انا مثلا في الانترودكشن انا بتكلم زي ما قلت انا واحده ميديسن، فالاكزامبلز بتاعتي مش هديها في الانجينيرنج عشان ما اعرفش فيه حاجه. فانا مثلا هتكلم على مرض المرض ده، بعد كده انا هتكلم على جوه المرض، انا بما ان تخصصي جينيتكس عايزه جين الفلاني، الجين الفلاني دون انا مش هشتغل الجين ده حاجه كبيره قوي، هو مش باين بس حاجه كبيره قوي، انا هشتغل على حته معينه كده وعايزه لها باي ماركر عشان لها دور في المرض دون. وفي الاخر بقول الراشونال، بربط الدنيا كلها ببعضها كالاتي، يعني مثلا المرض انا بقول بعرفه، بقول لو له انواع، مهم الاحصاء، ده بقى في اي تخصص مهم الاحصائيات، موجوده الحاجه دي بنسبه قد ايه في العالم وفي مصر كمان بنهتم بيها، احنا بالنسبه لنا في طب الموربيديتي والمورتاليتي يعني نسبه الاصابه والدس منه، لو في دور في الجندر الريس الايج له دور في المرض دون، اسبابه والريسك فاكتور، يعني موضوع بكتب اهم الحاجات كاني بكتب يعني ملخص عن المرض دون في البروتوكول. يا جماعه احنا انا عايزه صفحتين ثلاثه بس الانترودكشن دي، غير اما من الناس بتعمل رسائل بتكتب مثلا 30 40 50 ساعات صفحه خلفيه علميه، لا انا دون البروتوكول بتاعي دون انا عايزه انا هقرا كتير واعرف كتير عشان ما ادخلش عمياني كده بعد كده على الشغل، لكن انا الملخص بتاعي دون بيبقى فيه يعني زي ما بنقول البهاريز نفسها. بعد كده بتكلم على الجين، الجين ده موجود مع المرض، له علاقه بالمرض، فبوصف بقى الجين ده موجود فين والستراكشر بتاعه وحاجات كده هون بتاعتنا احنا ما تخشوش فيها. البايوماركر ده عندنا حاجه نوع بايوماركر ممكن استخدمه، حاجه اسمها سناب برضو مالناش دعوه، ادخل في تفاصيلها كده واحده واحده تدريجي، يعني انا ماشيه كده يا جماعه وانا الانترودكشن ده بعرف الكبير وبعد كده انزل على حاجات اقل وبعد كده انزل على حاجه اقل برضو، وبعد كده هو بقى الريشنال بتاعي دون اللي هو طب انا بقى هشتغل على الكلام ده ليه، انا بربط بقى كده هشتغل عشان مثلا ان البايوماركر الفلانيه او السنيبل الفلانيه دي ما حدش قبل كده عمل لها دراسه في مصر، انها ليها علاقه مثلا بمرض مناعي تاني فممكن يكون لها يعني علاقه بالمرض المناعي ده كمان، ان انا في انواع مختلفه من جوه المرض فانا هقارن بين الانواع المختلفه في النقطه دي وهكذا، بشوف بقى يعني ايه الراشنال بتاعي كل واحد تبع تخصصه، ببدا كبير وبنزل على الحاجه الادق وادق، وبعد كده في الراشنال بتاعي بربط الدنيا دي ببعضها، انا هشتغل على ايه، بيبقى البارجراف الاخراني ده زي ما بنقول الايم او الراشنال بتاعي اللي انا هعمل الدراسه دي بناء عليه. طيب الكلام ده انا هجيبه منين؟ كلام بقى اللي هو انا قاعده اقرا كتير، غير احنا هنتكلم في الاخر على الداتابيز، بس هنا ازاي بعمل سيرش عشان يعني الاقي الكلام اللي انا هكتبه في الانترودكشن دون، هنشوف الريليفنت داتابيز دين في الاخر، هنشوف يعني تحاول بقى وانت بتشوف ان انت ما تستخدمش فيه يعني جورنالز بتبقى يعني مش تراستد، ممكن اي حاجه بتتنشر فيها كده هون وخلاص، فدي ما نحاول نتجنبها، ناخد حاجات كده هون من اللي هي الانترناشنال اللي بتبقى تراستد وهي اللي ناخد منها معلوماتنا. برضو البابليكيشن بايس، احنا في حاجه عندنا الناس بتحب عندنا في مصر جدا اللي هو تبقى الدنيا سيجنيفيكانت ويبقى طلع نتائج، مع ان النيجاتيف ريزلت دون مهم جدا برضو، بتخليني لا انا عارفه ان دي مثلا طريق مسدود انا ما امشيش في الطريق ده، انا لو ما مشيتش برده ما عملتش ريسيرش في الحته دي مش هعرف ان الحاجه الفلانيه اللي انا بدور عليها دي ما لهاش لازمه او ما لهاش دور، هي كده بس احنا عندنا في مصر الموضوع ده بيجننهم، ما فيش حاجه اسمها ما تبقاش سيجنيفيكانت كده، فدي مشكله تانية عندنا. الانترنت زي ما هنشوف لازم سيرش ويز كوشن عشان طرق السيرش مش زي اللي احنا متعودين عليه، احنا بدل هندور بقى في حاجات خاصه بالساينتفك ريسيرش
ريسيرش بش على الداتا بيسز بتاعتنا وهنستخدمها هي مش الحاجات اللي هي الكومن اللي بنستخدمها في العادي. طبعا لازم احط تايم فريم، انا هدور مثلا لمده اسبوع اسبوعين ايا كانت تبع خطتك انت، عشان ممكن تفرق منك الوقت لو انت مش حاطط لنفسك كده هو تايم فريم كده هتمشي بالبركه، البركه مش هتنفع مع الموضوع ده. برضو بتسجل اول باول، انا النهارده دورت بالكي ووردز الفلانيه كذا وكذا وطلعت لي نتائج كذا يعني زي ملخص وعملت كده، بتسجل انت عملت ازاي عشان مش كل شوية لو انت سبت يومين ورجعت هتبقى نسيت. انا بنسى بصراحة خالص، فتبقى فاكر انت عملت سيرش بايه، فبدل ما تهدر مجهودك يعني على الفاضي. طبعا بتحدد الكيورد بتاعتك، بتاخد بالك ان في حاجات كتيرة في التخصصات المختلفة ممكن تو سبيلينج بيبقى صح، فانت لو استخدمت سبيلينج واحد منهم مثلا هتفوت برضو عدد كبير من البيبرز الموجوده. زي عندنا بيدياتريك بتتكتب كده، بيدياتريك يعني اطفال كتب كده وبتتكتب كده. برضو ألسر دي بريشر ألسر وبريشر نفس المعنى الطبي نوعا ما، فناخد بالنا برضو ان احنا ممكن نستخدم المسميات المختلفة دي مع الخبرة هتعرفوا تعملوها. برضو ان احنا بنستخدم الميش تيرم او البولين اوبريتورز اند اور نوت دي، ممكن بتشوفوا فيديوهات على اليوتيوب ازاي نحد اكتر او نعمل فلتريشن للسيرش بتاعنا باستخدام اللي هي البولين اوبريتورز دي. هتبقى يعني ده فيديو مش هياخد منك وقت 10 دقايق ولا حاجه ولا ربع ساعه، بس هتفهم، هيخلي السيرش بتاعك يعني يضيق اكتر ويبقى كونسايز اكتر. ممكن استخدم فلترز لو انا بستخدم داتابيزز، ممكن استخدم فلترز معينه او ليميتس معينه. ممكن بقى بيبقى كويس برضو ان انا استخدم literature review او systematic review تفهمني الموضوع كده، وبعد كده ابدا ادور بقى في الحاجات اللي هي الاوريجينال ريسيرش اللي ليها نتائج واشوف وصلوا لايه. يعني ده كده مع الوقت. التايم فريم بقى اللي ادور فيه، ما دورتش بقى في بيبرز بقى لها 600 سنه، انا دلوقتي عشان العلم سريع جدا من 5 ل 10 سنين بالكتير. يعني انا 2020 مفيش حاجه قبل 2010 احاول يعني مش اعرفها بس ادور فيها او استخدمها، يستحسن تبقى من بعد الفتره دي عشان كل العلوم بلا استثناء يعني دلوقتي فاست جدا. لو انت استخدمت حاجه اقدم من 10 سنين ممكن تبقى اوبسوليت او يعني تكون انت هتمشي بقى ريسيرش اتهرس قبل كده. ناخد بالنا ان احنا اما بنعمل قاعدين بنجمع هو انفورميشن كتير، وانا بقول لك هتعملهم في صفحتين ثلاثه، انت هتقرا كتير لكن اللي هتلخصه واللي هتطلع منه للكتابه مش هيبقى بالكميه اللي انت شفتها. انت كل شويه وهتاخده على البروسيس دي، هي شكلها صعب الاول بس بتاخد عليها بعد كده. ماشي، ده الانترودكشن. بعد كده الكويشن، انا مش هدخل في الكويشن كتيره، هو انا يعتبر ان انا بصيغ البروبلم بتاعتي في شكل سؤال، بما ان الموضوع اللي انا جايباه ده هنا هو يعني للميديسن تحديدا قوي، فممكن الناس تانية ما تبقاش فاهماه، انا بحاول احدد على قد ما اقدر. يعني في الكويشن بتاعي او السؤال بتاعي بحاول ابقى محدده على قد ما اقدر، فاحدد مثلا انا بتكلم على بروبلم ايه، ولا البيشنت اللي عنده مرض ايه، انا بتكلم على انترفينشن ولا اكسبوجر حاجه بيتعرض لها، ولا انا اللي هحقن مثلا هحقنه بحاجه او هعمل حاجه اكسبيرمنتال، في كومباريزن جروب ولا لا، الاوت كام او الاند بوينت، دي حاجات في الميديسن انا مش عايزه ادخلكم انتوا فيها. بس الـ يعني الكويشن نفسه او الستادي كويشن لازم بيبقى لامم اللي انا المشكله بتاعتي، عشان المفروض الكونكلوجن بتاعي او النتيجه هيبقى اجابه له، فاحاول يبقى واخده بالي من كده. دي برضو هنا هو ده معنى البيكو اللي انا كنت لسه مطلعاه، مش عايزه اخش فيه كتير. انا الباوربوينت دي هحولها بي دي اف وتبقى معاكم حتى بغض النظر عن الفيديو، فيعني عشان ما ضيعش وقت فيها. دي كلها alternatives موجوده لكل نقطه انا بدور فيها الكويشن بتاعي، ممكن يبقى مثلا مرض، ممكن يبقى ستيج، ممكن يبقى بشوف العنصر السن نفسه بيأثر ولا لا، كل ده حاجه يعني. فانا لو دخلنا بقى في التفاصيل دي هتقلب ميديسن خالص، وانا مش عايزه يعني الناس تتضايق. بس بشكل عام الكويشن بتاعي بتاع الريسيرش انا عايزاه واضح وصريح كده من الاول ومحدد انا هعمل ايه، عشان الكونكلوجن يبقى متصل بيه، لازم الكونكلوجن في الاخر بعد ما اخلص شغلي يجاوب لي السؤال ده. تمام. الديزاين بقى، الديزاين ده حاجه مهمه جدا. احنا برضو عندنا انا بشوف انا بالنسبه لي في طب
هشوف انا حاجه هراقبها هشوفها بس، ولا حاجه انا هتدخل ودي حد دواء ادي سواء فيران او سواء حاجه اكسبيرمنتال يعني على انسان، ديها مراحل بس يعني تعتبر نفس الكاتيجوري. الاوبزرفيشنال ده انواع برضو، والاكسبيرمنتال ده انواع، وبرضو في راندمايز ونون راندمايز. وكل اتجاه السهم ده كل ما انا اتجهت الناحيه اللي هي اليمين دي بالسهم انا عندي strength of evidence او الستدي بتاعتي اقوى. يعني لو شرحنا هنا cross sectional study دي هتبقى اضعفهم، لكن هنا هو لما اعمل experimental randomized double blind دي هتبقى اقواهم. ده الحاجات دي يا جماعه واحده واحده هتاخدوها ما تخدوش منها. انا بس بفهمكم ان study design انت بتحدد من الاول هل انا هاخد مجموعه من الناس كده واشوف عندهم المرض ده واشوف هما ايه مشكلتهم، ده كروس سيكشنال، ولا هاخد مجموعه ناس عندهم المرض ومجموعه ناس اصحاء وقارن ايه المختلف بين دول ودول. ايا كان بقى النقطه اللي انا بشوفها الكورت بشوف ناس كده هو يعني وبراقبهم مستقبليا. الاكسبيرمنتال دون هل انا بجيب نون راندمايزد يعني مش ما عملتش راندوم دين اللي هي عشوائي، مش عشوائي. وطبعا احنا عندنا في الريسيرش ان انا اخد الحاجات عشوائيه عشان ما يبقاش انا بظبط النتائج عشان تبقى على مزاجي، ده احسن كتير. فدي ديتيلز في التخصصات اللي برضو مش محتاجين تعرفوها. محتاج تحدد السامبل سايز. سامبل سايز دون في معادلات لكل تخصص، ان انا هشتغل مثلا على عدد عيني قد ايه، على عدد فران قد ايه، على عدد مثلا صوب او حاجات مختلفة، يعني انا هشتغل على ايه، ده السامبل بتاعي دون عدده قد ايه وهشتغل على ايه. وطبعا بحدد الانكلوجن والاكسكلوجن كريتيريا دي برضو للسبجكت نفسها حيوانات او انسان، بيبقى ايه اللي استبعده ايه اللي ما استبعدوش. بحط في دماغي قوي انا الخطوات 1 2 3 من البيبرز اللي انا قريتها. انا المفروض الاول لو هعمل مثلا كويتشنير او هعمل زي سيرفي الناس في العلوم الانسانيه بالذات مثلا، هنعمل استماره كده هو عشان اعمل الاستماره دي ايه الخطوات اللي انا هعملها بيها، ومين اللي هينزل للناس، ومين اللي هيجمع الداتا، ومين اللي يعني كل حاجه في دماغي. لو انا بشتغل حد في علوم او حتى بيزك ساينس او صيدله كيتس والاكويبمنت انا هحتاجها، الداتا كوليكشن لو ميثودز تانية هحتاجها من الداتا كوليكشن، كل حاجه بفكر فيها. انا هنا هو مرحله الستدي ديزاين ده بحط في دماغي كده هو كل حاجه انا محتاجاها وابدا احطها في شكل نقاط مع بعض. وبعد كده هو لما خلصت انا كده هو المفروض هيبقى عندي داتا سواء طالعه من حاجه معمليه، حاجه سيرفي مثلا، ايا كانت الداتا دي هتعامل معاها ازاي. لازم يبقى عندي تصور من قبلها عشان كل نوع داتا له حاجات احصائيه هيمشي بيها مش مع حاجات تانية. يعني الحاجات الكواليتاتيف ريسيرش غير الكوانتيتاتيف ريسيرش غير الحاجات دي هتعرفوها بعد كده هو. وداتا انتري ازاي بيبقى في دماغي التفاصيل دي. يعني التفاصيل دي الاول بتبقى بحد جديد كده هم مش هيبقى عارف لوحده، لازم الاول بتبقى معاك حد عنده خبره شويه تشتغل معاه، وواحده واحده هتعرفها. مش لازم بالشغل، ممكن بحضور دورات، بحضور تدريبات، بحاجات اونلاين، فيديوهات. دلوقتي ما فيش حد عنده حجة ان هو يتعلم اي حاجة عشان الانترنت، يعني الكورسات والحاجات اللي على الفيديوهات ما سابتش، وفي حاجات منها كويسة جدا. البادجت ده طبعا عامل مهم جدا عندنا بالذات في مصر. دي الكلام والستبس اللي انا قاعدة اقول عليها حولها لفلوس. انا هنزل ألم معلومات مش عارفة ايه، فتكاليف انتقالي كذا، وحنبع ورق بكذا، وحنعمل الناس في ساعات ناس بنتعامل معهم هنديهم فلوس عشان يتعاونوا ولا ديها بالصح. طبعا ايا كان الخطة بتاعتنا، او لو حد بيعمل جهاز مثلا، في ناس المشاريع الكليات الهندسة والكمبيوتر ساينس ممكن يحتاجوا يشتروا حاجات برضو تكلفة قد ايه عشان يقدروا الموضوع. ساعات يبقى عندهم فكرة الموضوع حاسين هو يعني ممكن ينفذوه كده، وتيجي قدامهم عائق الفلوس دي. ما هي لو عائق مش هيعرفوا ينفذوه، فما ينفعش. لازم نشوف حاجة بقى يعني أقرب للواقع شوية. الكوست دي بقى هتصرف زي ما قلنا أجهزة، مستهلكات لو أنا بسافر أو باخد مواصلات، أيا كانت يعني النسريات اللي هتصرف فيها. مهم بقى برضو بعد ما عملت الستيبس بتاعتي ان انا احط تايم سكيدول. انا هعمل الدراسة دي مثلا في خلال 3 شهور، في خلال 12 شهر، في خلال شهر.
ايا كانت بتحط لنفسك تايم سكيدول كده وتتابع نفسك بيه عشان تعرف انت ماشي صح ولا خلاص مش هيطلع نتيجة من الكلام دوت. لو فضلنا نسوف 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 حتى لو انت اتأخرت او يعني كده تبقى عارف ان انت متأخر وتبدأ تعدل في البلان بتاعتك، لكن ما تسيبش نفسك كده هو منك للطل. الريفرنسز يا جماعة دلوقتي بقى فيه برامج كتير، مش دلوقتي بقى لها سنين يعني، برامج كان الأول من فترة سنين برضو كان الناس بتكتب الريفرنس ده مانيوال وبتقعد تجيبه يعني من على البيبر نفسها، وكان بسبب بيبقى فيه أخطاء كتيرة في توحيد الستايل، في حاجات نسيت تكتبها أو وقعت من يعني كان فيه مشاكل. البرامج دي دلوقتي حسنت كتير الوضع بتاع كتابة الريفرنسز دي. في فيديوهات، في ووركشوبس بتعمل مش غالية، في حاجات كتيرة ازاي استخدم كل نوع منهم، كل نوع له مزايا وله حاجات limitations يعني ما فيش حاجة، عشان كده تلاقي اكتر من نوع. انت شوف انت هتستريح لمين بعد كده. المندلي مثلا والزيتيرو دون for free، لكن النود مش من غير كراك لا لازم فلوس، كراك دي مفروض مش صح. فيعني نشوف انت لكن النوت في مزايا تانية عن التانيين، فيعني ايا كان اما تعرف اكتر عن البرامج دي هتعرف تختار منها اللي يناسبك. اخر حاجة في الريسيرش بروتوكول، لو انا بتكلم بقى بما ان انا يعني ميديسن او حتى الناس اللي بيشتغلوا على حيوانات، بيبقى فيه ethical approval، موافقة اخلاقية ان انا مش هسبب harm للانسان او للحيوان، ان انا هاخد موافقة منه كتابية او هشرح له الموضوع دون ويبقى فاهم بيتعبد فيه ايه، مش ما فيش اي حاجة انتهاك لحقوق. وطبعا الخصوصية ان ما حدش بيعرف نتائج الشغل دون غير المريض او الباحث بس. ده كده الريسيرش بروتوكول بتاعنا، المفروض خطتنا ما نتخضش منها. كل حاجة في الأول بيبقى شكلها كبير، ويكونكم أصلا دخلتوا معمل علماء مصر وإنتوا لسه في الكلية، ده إنجاز حلو. إحنا بصراحة يعني ما كنا قدكم، كان الصيف يعني بالذات في شهر 8 دون، إحنا صيف تروح النادي تعمل، فانتوا في مرحلة الحمد لله جميلة وكويس، وعندكم يعني طموح حلو وعندكم مصادر دلوقتي أحسن كتير من قبل كده وتفتح أكتر. فمتوقعين إن شاء الله إن الجنريشن بتاعتكم الحاجات دي هتبقى واحدة واحدة أسهل كتير معاها، وتحققوا نتائج احسن كمان مننا ومن اللي قبلنا، بالذات ان في ناس منكم كتير طموحه، بشوف يعني كاتبين ايه وعندهم جديه فعلا ان هم يعملوا حاجه كويسه. طيب السيرشنج بروسيس انا هعمل ايه؟ انا نعمل سيرش، انا نفسي اما بعمل سيرش على اي حاجه مثلا بس بره الساينس، بروح جايبه اللي انا عايز اعمله سيرش واروح حاطاه في جوجل وبيديني حاجات بالالافات والملايين وكل حاجه. فانا مثلا هنا هعمل اكزامبل ان انا هدور على حاجه ليها علاقه بحاجه اسمها الار ان اي سبلايسنج، بيطلع لي عاده في البدايه ويكيبيديا. ويكيبيديا دي مشكلتها ان اي حد معدي في الشارع ممكن يعمل لها اديتنج، تمام؟ فدي اول مشكله ان انا استخدم جوجل، ان الحاجات ممكن ما تبقاش تراستد يا جماعه. في ممكن تستفيد برضو بيها ان يطلع لك فيديوهات، ساعات بتبقى الانيميشنز والحاجات دي بتخلينا نفهم احسن، فممكن تستخدمها كده بس مش هتنفع ريفرنس، ممكن تساعدك في الفهم شويه. ممكن زي ما هنشوف كده، هو في حاجات هتلاقيها موقع مش يعني مش مجله، وفي حاجات هتلاقيها لا مجلات علميه، فبيبقى هو سمك لبن تمر هندي. الحاجات اللي مش علميه ما بتبقاش متراجعه، بيبقى مصدر غير موثوق، مش عارف الكلام ده بقى كان الناس قاعده على الناصيه وكتبوه ولا الكلام ده ونتراجع ولا الكلام ده اتعمل اصلا ولا لا. فدي مشكله الحاجات العامه. في جوجل سكولر ده بقى باحث علمي تبع جوجل دون، ده ممكن يستخدم، هتلاقي مقالات كلها وحاجات من يعني علميه محترمه، ده ممكن استخدامه. لكن الجوجل العادي بتاعنا زي ما قلت لكم كده في ليميتيشن، عايز تفهم حاجات بشكل عام كده، بحيث ساعات بتبقى في حاجات اسهل طبعا من الحاجات العلميه، بحيث تدخل معلومه بسهوله اتس اوكي، لكن مش هينفع ان انت تستخدمه كريفرنس. ريفرنس في حاجات تانية. لو انا شفت بقى الريفرنسز ممكن استخدمها في التوب ميديكال داتابيز، عندي باب ميد ده 28 مليون ارتكل واكتر، وفي بيانات عنه اهو. الامباس دون برضو في 38 مليون ارتكل، في مش عارفه اللي مش رضيحة الكوكرين لايبرري دون، في برضو
آلاف من الميتا أناليسز والليتريتشر ريفيو دوان بيبقى مهم. الباب ميت سنترال دوان بيبقى برضو في حاجات كتيرة ومفيد. كل ده حاجات الميديسن عندنا في حاجات كتيرة قوي وكلها داتابيز يعني مليانة ببيبرز مهمة في up to date. ده برضو هو مش زي الحاجات التانية بس بيكتب الحاجات الميديكال بطريقة ظريفة وفهمها بيبقى أسهل من يعني أسهل من الداتابيز التانية. فممكن تستخدم برضو للفهم وفيها طبعا اللي بتبقى الارتكلز متراجعة وكده بس يعني مش 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 هتلاقي عليه كل حاجة زي الحاجات التانية بس هو بيفهم كويس. في بقى عندنا كنز كده صغير موجود بالنسبة لنا احنا كدكاترة الجامعة وطلبة جامعة اللي هو الايجيبشن نوليدج بانك الاي كي بي بنك المعرفة المصري دون اي طالب الايميل الاكاديمي بتاعه ممكن يعمل له اكاونت ويخش منه ويستخدم الخدمات بتاعته. بيعمل هنا اكاونت ويخش اللوج ان بعد كده من سورسز دي هيلاقي بقى الصفحه نزل حاجات كتيره في كل التخصصات. ده برضو ميديكال. انا معلش يا جماعه مضطهده شويه بس تخصصي مش عارفه يعني الف في تخصص تاني. في عندنا هنا في الميديسن برضو وفي الفارماسي السيفير في ساينس دايركت دوا من الحاجات المهمه قوي بفتحه من هنا وبدخل كلمه مثلا زي برضو ار ان اي سبلايسنج دوا وبيطلع لي اهو 106656 ريزلت حاجات كتيرة جدا وبتتفتح. دي بقى مش يعني مش محتاجة فلوس او مش محتاجة ان انا اخش من ساينس هاب واعمل حاجة الليجل فدي مفتوحة لي بما ان عندي بس اكاونت من الايميل الاكاديمي بتاعي. في برضو في كلاريفيات اناليتكس في الويب اوف ساينس ده من الحاجات برضو المفيدة. برضو السيرش بيطلع لي بالالافات كل الحاجات دي مفيدة. في بقى الناس الفارماسيوتيكال داتابيز في حاجات خاصة بالكيمستري في حاجات خاصة بالدراج انفورميشن في البيولوجي ليتريتشر داتابيز في الكلينيكال هيلث ساينس ليتريتشر دي حاجات قريبة أكتر من ميديسن في الهيربال داتابيز في كل الحاجات دي موجودة ومعروفة. وانت ما يعني انا ما حد بيسالني انا مش عارف ادور فين واحنا دلوقتي في يعني الانترنت مفتوحه كده هو يعني بيبقى صعب شويه. انت لو فتحت وقلت مثلا الاحسن داتابيز على جوجل احسن داتابيز خاصه بالفارماسيوتيكال ساينس هيقول لك الكلام ده على فكره. فما بتسال اسئله شويه بديهيه كده هو بيحسس اللي قدامك ان انت ما عملتش مجهود. اتعب شويه وبعد كده حد يكمل لك لكن يعني قلل السؤال خليه في الاخر. السيرش استراتيجي احنا اتكلمنا بقى عليها مع الانترودكشن ده نفس الكلام بس في شكل فيجر يعني ممكن تستفيدوا بيه. نوصل بقى دلوقت للريسيرش جروبس اللي بنتكلم عليها. الريسيرش جروبس دي يعني موجوده في كل جامعه تقريبا بيبقى الجمعيات العلميه او في كليات او في مجموعات اجتهاديه بتعمل في دلوقتي في مصر حاجات مهتميه ومركزه اكتر على طلبه يعني الطلب سواء الاندر جراد او البوست جراد زي مثلا في عين شمس كليه علوم تيترا بلويد عارفاهم ناس منهم شاطره جدا ما شاء الله هم طلبوا اندر جراد. في بايو ساينس مهتمين كل اوجه التنمية الساينتيفيك ريسيرش بس ثيوريتيكال مش معامل عشان حكايه تخش معمل ديا لا محتاجه هنقول لكم مين اللي ممكن بقى تخش معمل فيه. في علماء مصر طبعا برضو ازاي كل الحاجات دي بتديك تولز ازاي اعمل ريسيرش وازاي امشي خطواتي واكتب بعد كده وانشر واعمل. ممكن تنشر بتعرف الميتا اناليسز والليتريتشر ريفيو او سيستماتيك ريفيو بيتعمل ازاي وتنشر منه في مجلات كويسه جدا وواحده واحده. اول مره هيبقى يعني شغلك مش قد كده واحده واحده ما تفهم القصه الصنعه يعني هتبقى كويس وما يعني ما اظنش ان يعني الموضوع مش محتاج ذكاء خارق قد ما هو اكسبيرينس. هو كل حاجة يعني بالإكسبرينس انت بتجرب مرة واثنين وثلاثة لحد ما بتعرف. ده وجهة نظري بشكل عام في الساينس يعني ان هو اول مرة بتبقى هايبه وتاني ومش عارف مع الوقت خلاص انت حاجة بتعلمها بالخبرة. في بقى بالنسبة ان الناس عايزة تدخل معمل الحاجات اللي عرفها ان في المنصورة الميديكال اكسبرمنتال ريسيرش سنتر ميرك بيعملوا سامر جرانتس حتى ومش عارفة اكيد الفترة اللي فاتت كله كان متوقف عشان
كوفيد 19، لكن بشكل عام لحد السنة اللي فاتت الصيف اللي فات كان فيه عندهم جرانتس وناس بتشكر فيهم. احنا عندنا في المركز انا كنت مسؤولة عن اللي هو يس بروجرام او يونج ايجيبشن ساينتست، وكنا عاملين لهم تريننج. في ناس حتى من الحاضرين في معمل علماء مصر كتير من الناس اللي كانوا معانا، وهم مجموعة متميزة جدا. مش عارفة لحد الوقت هنعرف، هنقرر في شهر اكتوبر اذا كنا هناخد كورس تاني ولا هنعمل ايه في الظروف برضو الغريبة دي. كان الاندرجراد كان فري، البوستجراد كان حاجة سيمبوليك، كان 250، كان بيتعلموا شغل معمل وحيشاركوا بعد كده في ريسيرش جروبس لما يخلصوا. في برضو المركز القومي للبحوث بعض الناس الدكاترة هناك ممكن يعني يوافقوا أو لا، بس هما الحاجات اللي بيوفر تدريبات ممكن عملية بس سعرها غالي شوية، ممكن يروح students أو يروح دكاترة أيا يعني كانت، مفتوحة في حاجات molecular biology، حاجات cytogenetics، حاجات في تخصصات كتيرة، بس المشكلة في التكلفة. في برضو NCER ده حاجة private بيعمل دورات في stem cells وفي molecular biology برضو كده، أسعاره يعني نص نص، تعتبر غالية سنة. جوه كل جامعة تقريبا زي ما بقول لكم، لو حد بقى ناس عايزين تبدأوا انتوا لحد ما نلاقي حد ممكن يقبلنا ان احنا نخش المعمل معاه. عشان تخش معمل مع حد لازم يبقى برضو عندك commitment قبل كده، ان انت عارف شوية في scientific research، عارف يعني بينت ان انت شخص مجتهد، نشرت حاجة كده يعني. اصل الحكاية دي competitive، ما لو اي حد راح اي دكتور انا عايز اشتغل معاه، ما هي مش محدش هيلاحق. فانتوا ممكن تبدأوا باللي هو زي ما بنقول كده هو الميتا اناليسيس او السيستماتيك ريفيو. في جروبس كتيره، في ما اشهرهم مثلا في كان طالب في طب اسمه احمد نجيده، كان عامل اللي هو الام ار جي ميديكال ريسيرش جروب في ايجيبت، وهو شاطر في الموضوع ده، وابتدى ناس كتير اتعلموا معاه يعملوا بقى في جامعاتهم جروبس كده. هو ممكن الناس هنا اللي في نفس الجامعة أو حتى مش نفس الجامعة، الحاجات دي بتتعمل أونلاين، يجمعوا بعض وهم عندهم intention إن يعملوا شغل مع بعض، بس لازم على الأقل واحد فيهم يكون عارف الموضوع ده وان أول مرة، أو يعني أول مرة ينضموا الناس عارفين بس كده. هو يعني بحس الموضوع يعني تمشوا فيه شوية وبعد كده هتبقوا أنتوا لوحدكم عارفين فيه. ده بالنسبة لي كل حاجة يعني أنا عايزة أقولها لكم. معرفش في لسه تساؤلات تانية ولا لأ، يعني مش عارفة في أي أسئلة ولا إيه الأخبار. يا رب تكونوا استفدتوا يا جماعة. لا في أسئلة أكيد يا دكتور، خلينا أنا مش شايفاها. هي موجودة على الشات، هوريها لحضرتك. اصلا الشات عندي مش عارفه ليه مش متاكتف على الموبايل، مش مطلع لي حاجه. طلع بس اختفى، مش عارفه ليه. هم كانوا في ناس بتسال على الجيوفيزيكس. طب انا هرد على الجيوفيزيكس. انا مدرسين يا جماعه والله، يعني رحم الله امرئ عارف قدرنا. انا مدرسين جيوفيزيكس دي صعبه شويه ان انا ارد فيها. طيب هو في ناس بتسال على الناس اللي شغاله احتياجات الداتا في الفتره دي، فهل لو دومين معين يلعب على الداتا لو شغالين مثلا داتا ساينس او ارتفيشال انتليجنس؟ والله ده شغل مهم، انا نفسي مهتميه بيه جدا وفي دمجه مع الطب. عندنا بس مشكله ان تجميع الداتا في المجال الطبي ما طلعش بالسهوله اللي الواحد كان متخيلها. احنا يعني عشان نعمل داتابيز كده فيها بيانات مرضى وفيها حاجات بتاعه الجينز وحاجات مش عارفه اشعه وحاجات كده، هو يعني ما بنتعذب بس يعني بناخد التجربه دي، يعتبر جديده من نوعها في مصر بس لازم ناخدها. فدي يعني المجال دون هيحتاج كام سنه عقبال لما يظهر في مصر، بس اللي هيدخل فيه من دلوقتي ان شاء الله يبقى من بايونيرز سونر اور ليتر. هو لازم يدخل بقى، دخل في كل العالم، فبقى دلوقتي يعني حاجه متطلب مهم. احنا الحاجه بتتاخر بس عندنا شويه قبل ما تدخل، فاللي هيبداها دلوقتي يبقى من بايونيرز هيبقى له سبق فيها ان شاء الله. ممكن طرق الجزء بتاع الريسيرش بروتوكول
ده ينفع للبروبوزال عملي ولا بيختلف لو هما بيعملوا بروبوزال مثلا؟ ما هو البروبوزال عملي احنا عندنا قبل ما الناس بتعمل الرساله بتاعتهم اللي هو الشغل بتاعهم بيعملوا البروتوكول بالشكل ده. قبل ما نعمل بيبر مثلا احنا كدكاتره المفروض بنقدم خطه عمل عشان حتى ناخد الموافقه الاخلاقيه دي. الموافقه الاخلاقيه بخطه العمل بتاعتي انا هعمل ايه وهمشي ازاي الموضوع هو ايه. ممكن خطه العمل في الشغل البيبر ده بتبقى صغيره بس بالنسبه للرساله بتبقى بالشكل اللي احنا وصفناه دون. وانتوا اقرب الطلبه دلوقتي اقرب ان هم يعملوا حاجه بالمنظر دون عشان تبقى يعني كل التفاصيل واضحه فيها عشان ما يسيبوش حاجات للصدف ويعني او حاجات تاثر على منتجهم بعد كده. هو هو بيسأل هل الريسيرش بروبوزال ده بيتنشر ولا لا؟ لا ما بيتنشرش. ده الخطه بتاعتي ده يعتبر ده الخطه بتاعتي. انا ممكن طبعا بستعين بجزء من الانترودكشن بعد كده بعد ما اطلع النتائج بيتكتب في الانترودكشن بتاعت البيبر نفسها مفيش مشكله. ده كده. وبرده الميثودولوجي اللي انا كاتب منها دي يعني الحاجات بس بتتحسن او بكتبها بطريقه يعني مختلفه بس بستعين طبعا بكل البروتوكول اللي انا عملته دون. السكشنز دي هتتكتب بطريقه تبع كل واحد تخصصه طبعا. بتشوف انت يعني لو حد في الانجينيرنج مثلا حد في الميديسن التوبيك بتاعه بيبقى مكتوب الميثودولوجي مثلا بطريقه معينه بيبقى مكتوب مثلا الانترودكشن بتبقى بطريقه معينه كل واحد تبع الطريقه بتاعته. البروتوكول دون هو بيتحول بعد كده يعني اجزاء منه بتتحول في البيبر. تمام دكتور. في حد هنا كمان بيسال وده طبعا ممكن نقدم بيه اللي هو الفند لو بنقدم على فند بروجكت فبرضه بيبقى بنفس الفند والبروجكت مور اور ليس هتبقى الايتمز دي كلها مطلوبه فيها بس بشكل متوسع اكتر. وبيبقى الفاندنج ايجنسي طالبه يعني بتبقى هي مدياك التمبلت او يعني بتنزله من على الموقع بتاعها وبتملاه هي قايله كل حاجه عايزاه. يعني في مثلا بتاع في تمبلت كان بعد ما مليناه بقى 200 صفحه حلو كده. هو في حاجات اللوكال شويه والانترنت او الناشونال يعني امرها بسيط بتبقى 50 60 صفحه بعد ما بتتملي يعني لكن هي قبل ما تتملي بتبقى اقل. في حد كمان بيسال على السيتيشن هو عايز عايز تعرف ايه هو السيتيشن بشكل مبسط. السيتيشن انا دلوقتي بشكل مبسط ماشي انا المفروض في حد بياخد من الشغل بتاعي يعني بيجيب بيذكره في عنده في الشغل بتاعه احنا شغلنا له علاقه ببعض. فهو مثلا خد مني جزء مثلا انا مطلعه من نتائجي مطلعه او خد جزء من الكتابه اللي انا كاتباها فبيعمل سيتيشن او بيقول بيذكر ان انا واخد الكلام ده من عند مثلا فلان ايتال بيبقى اسم مش هجيب سيت ريفرنس باخد من عند البيبر الفلانيه لازم ده السيتيشن ان انا بذكر انا المصدر الكلام ده او النتيجه دي او السنتنس دي انا خدتها منين وبغير فيها مع انه بيغير فيها بس في نفس الوقت بيكتب برضه انا خدتها من عند هدى من عند احمد من عند مين. يعني بتبقى في طريقه كتابه الريفرنس برضو اما تمشوا شويه مش قادره يعني اشرح لكم كل مره واحده عشان ما تقضوش انا مش فيكم عليكم الريسيرش بروتوكول لوحده اصلا فيعني واحده واحده. وفي محاضرات دي موجوده تبع علماء مصر على الرايتنج وعلى الببلشنج واحده واحده هتعرفوها يعني ما تدخلوش الدنيا ببعض كلها. في حد كمان بيسأل على can he use grey literature as a reference؟ استخدم ايه؟ literature؟ grey literature as a reference in protocol introduction. مش مريحني grey دوان شكله رمادي كده مش مريحني مش مريحني شكله في grey zone ده مش مريحني برضه. في حد بيسال على ازاي لقى الجورنال كونتراست يعني بحيث ان هو بيدور لقى جورنالز كتيره قوي. هو كل سنه بينزل زي فايل كده اكسل فيه التقييمات بتاعه الجورنالز كلها في كل مجال. يعني مثلا بالنسبه لنا مش حتى طبي بس في حاجات في كل الجورنالز اصلا مقسمينها Q1 و2 Q2 Q3 و Q4 دول كلهم
يعني Q1 ده أعلاهم و Q4 ده أقلهم، تبع الـ Impact Factor، تبع الـ Quality بتاعت الحاجات المنشورة في المجلة، يعني لها تقييم كده، هو النقاط بحيث بتقسم فيها من Q1 لQ4 ده ممكن استخدامه، دي حاجات معترف بيها بغض النظر أن Quality بتاعت دواء طبعا أعلى وترسل، بس في حاجات تانية بقى ملهاش ما أنزل الله بيها من سلطان كده هو، وفي مجلات بنسميها Predatory Journal وبتزبط يعني بتبقى عايزة الناس تدفع لها فلوس عشان تنشر بسرعة ومن غير مراجعة ومن غير حاجات، دي بيبقى الكلام فيها سمك لبن تمر هندي. فإحنا لو كل سنة اللي هو الإكسل ده اللي بينزل فيه كل المجلات اللي ممكن في التخصصات تعتمد عليها، هو ده يعني هتلاقي فيه كل تخصص مكتوب تحته كمية جورنالز قد كده، بيبقى الفايل ما شاء الله يعني فيه كل الجورنالز اللي ممكن تتخيلها. وبيبقى مهم بعد كده برضو ان نعرفه عشان الناس لما تيجي تنشر في مجالها بيبقى زي كده هو بينقي منه، انا هشوف الجورنال ده هقدم فيه، وبيعرف بيبقى مكتوب جنبه الامباكت فاكتور، مهم الامباكت فاكتور ده عشان كل ما عادي يعني المجال المفروض الرانك بتاعها بيبقى اعلى، في كلام عليه ان هو ده مش مؤشر حقيقي وفي لعب عشان الناس مجلات بس ما لناش دعوه بيه، بس لحد الوقت هما بيستخدموه ان هو الاحسن امباكت الاعلى، فمش هندخلكم في خناقات الناس بتوع الجورنالز. فهذا بس انا راجل شغال في مجال البيئه والابحاث اللي بيلاقيها والداتا، ما فيش احدث من 2010. ليه البيئة ده؟ البيئة دي بالذات والحاجات بتاعة الطاقة المتجددة وحاجات المية، يمكن بتتكلم على تخصص مختلف، بس أنا شايفة تخصصات related للبيئة المواضيع فيها active جدا ويعني up to date جدا، ده هي الفاندنج ايجنسيز بتطلبها كل لازم الحاجات اللي هي بتاعه البيئه دي بالذات السستينبل انرجي، مش عارفه الووتر ديسلينيشن، مش عارفه التخصص بالظبط ايه في البيئه، بس يعني انا شايفه ان في حاجات هوت توبكس كتير قوي في المجالات البيئيه، يعني 2010 صعب بقى لنا 10 سنين البيئه، ده البيئه متنيله في 60 سنه كتير قوي. ده البيئه باظت خالص. في سؤال تاني، لما بيبدأ يقرأ جورنال مثلا وداخل في موضوع معين ويبدأ لها المعلومات كتيرة فيبدأ يتشتت، فأعتقد دي بتحصل في الأول، يعني في الأول وفي الآخر والله. أما بتطول فعلا في السيرش وكده هو بتتعب فعلا، فالمفروض في اليوم تشوف عدد محدد وتبقى كونسايز بعد كده، يعني المفروض لما بنيجي نقرأ في استراتيجي برضو أنا بشوف الأبستراكت الأول، بعد كده أشوف مثلا سيف الميثودولوجي كده تبع اللي أنا بدور عليه، يعني كل ما تزيد خبرتك هتعرف أنت بتدور على إيه في البيبر، مش هتقراها كلها طبعا عشان أنت محتاج تعرف كتير، مع الوقت هتعرف واحدة واحدة انت بتدور على ايه وهتبقى توزا بوينت، بس التشتيت ده طبيعي جدا الاول، وحتى لو حد بعد كده عنده اكسبيرينس حاول يقرأ كله مش هيستحمل يقرأ كام بيبر، عدد محدود جدا ومش هيقدر يكمل الكلام ده، ففي سيرش استراتيجي بعد كده بناء على انت بتدور على ايه، تخش كده هنا على البيبر عارف تحديدا السكشنز اللي انت هتدور فيها، فتبقى الدنيا اسرع وكونسايز اكتر. ممكن في هذا يسألوا عايزين يكتبوا بيبر ريسيرش بيبر عن الكوفيد 19، فإيه اللي المفروض يقروه أو الداتا، لأن دلوقتي أعتقد البيبرز والداتا كتيرة جدا، فإيه اللي ممكن في داتا بيز خاصة بالكوفيد 19 لوحده دلوقت، يعني في كده هو هم تخصصهم ايه، يعني احنا في ناس جروب معانا كان لسه كاتبين حاجه خاصه بالادويه اللي بتستخدم في الكوفيد 19، هم عايزين يتكلموا على ايه في يعني دلوقت، في لو عمل سيرش حتى الاول على جوجل داتابيز خاصه بالكوفيد 19 او ساينتفك ريسيرش داتابيز خاصه بالكوفيد 19 هيلاقي عنده يعني مقالات كتيره جدا فيها فلترز بقى ممكن يلعب فيها شويه بحيث ان هو يبقى مور كونسايز على الجزء اللي هو هيشتغل فيه، هل هو بيشتغل حاجه فارماسيوتيكال، هل هو بيشتغل حاجه خاصه مثلا بالموليكولار بيولوجي، حاجه خاصه بالفيرولوجي، حاجه خاصه بالاميونولوجي، يعني دي تبع بيدور على ايه، ما هو طبعا لو هو داخل كده بيدور وبيشوف كله هيتشتت، لازم تو بي كونسايز من الاول، انا هشتغل في كوفيد 19 على كذا، مش هشتغل على كوفيد 19 وبس. هو دكتور اسلام ادى امبارح محاضره او لسه هيديها؟ كانت امبارح. لا كانت دكتور امبارح. اسلام مهم جدا كلامه في حكايه الفيروسز دي عشان ده تخصصه،
وهو ما شاء الله عنده قدرة برضو بتبسيط الدنيا كده، بحيث يعني اللي ما شافش المحاضرة لو هي متسجلة يشوفها ممكن تفيده في أفكار يعني كتير، أو يعني يخش على فايرو فلوج تقريبا، ده الصفحة على الفيسبوك بتاع وعنده بيج هناك برضو يعني انفورماتيف وكويسة جدا. في عندي موقع يبحث فيه عن المولكولار بيولوجي، طب هيكون جوجل سكولر. الحاجات دي كلها، لا مش جوجل سكولر بس، الحاجات كلها اللي بنقولها الباب ميد والحاجات بتاعت الميديسين والفارماسيوتيكال دي معاها المولكولار بيولوجي كله، معاها الحاجات فيه تبع اللي انت بتدوري فيها، تحطي في السيرش ايه. بس انا مثلا كتخصصي جيناتكس ومولكولار بيولوجي بنستخدم الداتا بيسز دي. في بقى بعد كده لو هندخل حاجات خاصه بالبايوانفورماتكس ده وضع تاني، له داتا بيس مختلفه شويه، فلا دي اللي تبقى مختلفه. لكن لو بتشوفي ساينتفك بيبرز ممكن تبقى دي مفيده. في كمان سؤال، database connected paper. بيسألوا هل في database معينة بيكون فيها ال connected papers مع بعض؟ يعني ايه connected papers مع بعض؟ اما انا بعمل search اصلا بالkeywords بتاعتي هيطلع لي كل ال papers اللي فيها الكلمات دي او فيها الحاجات دي، فهي ولا مثلا زي ما قلنا في الفارماسيوتيكلز في حاجات للهيربال، في حاجات للكيمستري، في بتبقى حاجات سبيشالايز داتابيس، في من غير حتى السيرش في سبيشالايز داتابيس. في هذا السؤال اللي هو كان الواي اي اس التدريب، فهو ما كانش سمع كويس او ما شافهاش في السلايد. ده تدريب احنا عملناه السنه اللي فاتت، كان خاص بتاع اساسيات المولكيولر بيولوجي، مش اساسيات بس كانت ادفانسد كمان، وبعد وبياخدوا برضو شويه باي ستاتستكس وباي انفورماتكس بحيث بيحللوا حتى الحاجات اللي هم عملوها في المعمل. بس هو كان فور فري للاندر جريد، والبوست جريد كان حاجه رمزيه خالص ب 250 جنيه. بس عشان ظروف حاليا مش هم فاضل لهم سيشن واحد بس، هم كان المفروض بياخدوا حوالي 8 سيشن بمعدل واحد كل اسبوع، جات الازمه دي كل مجموعه فيهم فاضل لها واحد بس وتخلص. بس كانوا مجموعات مميزه يعني، انا اتمنى نقدر يعني نكرره تاني، بس اما نشوف بس الدنيا ماشيه ازاي، عشان لو هنبدا موجه تانية من كوفيد 19 هيبقى الوضع صعب شويه. حد بيسأل الفرق بين الريسيرش بروبوزل والريسيرش بلان؟ لا الاثنين واحد، مع بروبوزل ده مقترحي، اسمه مقترح، انا بقترح كده، ده مقترحي للريسيرش اللي انا هعمله زي خطتي. دي مسميات ممكن الاثنين يعني تستخدمهم، الاثنين شبه بعض. حد بشكل عام زي حد يقدر ينشر بحث لي عشان يبقى مصدر على مثلا حاجه زي هو اي حاجه بتتنشر في مجله، والمجله ممكن تكون على ساينس دايركت او سبرينجر او اي ناشر موجود. مش فاهمه ايه السؤال. هو لازم هنشر في مجله، ممكن مجله ناشونال لو حاجه مثلا لسه بنبتدي، ممكن مجلات ناشونال. دلوقتي المجلات الناشونال بقت ميزه انها موجوده على الاي كي بي، فبقى ليها يعني برضو متشافه انترناشونال، لما حد يعمل سيرش هيشوفها، فبقت ميزه كويسه، وفي نفس الوقت متطلباتها ممكن تبقى اقل شويه، ففي البدايات تبقى كويسه. ده يعني وفي كل جامعه كذا مجله ناشونال. يعني ازاي ابدا ريسيرش في الجامعه وشارك؟ في حد بيسال من جامعه قناه السويس عايزين يشاركوا في الريسيرش اللي موجود في الجامعه، فيقدروا يكلموا دكاتره او يروحوا سنتر. والله هم معظم الدكاتره ما بيبقوش يعني ما يقدروش يعملوا الكوميتمنت ده، لسبب ان هو عشان اعمل تدريب انا محتاج فلوس ومحتاج اجهزه ومحتاج مكان. احنا قدرنا نعمل الكلام ده عشان المركز عندنا في الأجهزة، وأنا كان عندي مشروعات شغالة يعني موجودة الكيتس والحاجات دي، والناس يعتبر كان الطلبة بيتدربوا ويساعدوا كمان
يعني احنا هنحاول تبقى سستينبل وتبقى يعني عايزينها تستمر عشان فعلا ناس كتير طلبوها مننا، بس انا بس الظروف تتحسن ونحاول نكملها ان شاء الله. احنا كنا مبسوطين بيهم بصراحه، وادوا جو حلو كده في المركز، الناس عندهم حماس حلو. فاحنا كانت التجربه يعني مع الكورت اللي فات دوان كان حلوه جدا. نعدي الازمه دي ان شاء الله، يبقى عندنا ناس جديده ان شاء الله. برضه الناس اللي بتدور على الداتا برضه بيسالوا ايه الاتجاه اصلا اللي يمشوا فيه عشان يلاقوا الداتا دي كريكومندد داتا. ايه داتا في الشارع كده ولا ان هم يجمعوا الداتا عن الامراض اللي موجوده مثلا، او اي داتا معينه بحيث ان هم يشتغلوا عليها في الداتا ساينس، سواء كان في مرض او في داتابيز معين. هو دلوقتي في مثلا لو الناس بتشتغل على الكانسر بقت في بابليك داتابيز، بس مش بتاعت مصر، بتاعت معموله في الان اي اتش، تبع الان اي اتش في امريكا، فيها حاجات بابليك يعني بابليك معموله ممكن يعملوا داونلود، بس يعني محتاجين الاول يفهموا ازاي يتعاملوا مع الداتا دي. عاده هيحتاجوا حد مثلا في التخصص، لو هم بينزلوا جيناتك داتا هيحتاجوا حد جيناتك، لو بينزلوا حاجات خاصه بالاشعه او بالكلينيكال داتا هيحتاجوا معاهم حد فاهم الكلام دون، عشان بتبقى يعني مجرد البيانات نازله مش هتبقى مفهومه بالنسبه لهم، فلازم يبقى معاهم حد ميديكال بس يقول لهم السيجنيفيكانس بتاعها ايه. في مصر لحد الوقت ما وصلناش لموضوع ان احنا نعمل داتا بيزس كبيره زي ما موجوده في الحاجات اللي انا بتكلم عنها دي، زي مثلا اللي هو كان بتاع الكانسر اسمه ايه مش عارفه هفتكر لكم، انا كنت عارفاه طبعا بس مش عارفه نسيته. TCGA دون ده أكبر داتابيز خاصة بالكانسر، عليه داتا كلينيكال، عليه داتا خاصة بالإشاعات، عليه داتا خاصة بالجيناتكس. في ناس كتير بيستخدموه عشان يعملوا بيبرز وبينشروها، وفي أماكن عالية جدا شغل خاص بيستخدموا مثلا الار باكج، فيه شغل بايوانفورماتكس، شغل ماشين ليرنينج، ديب ليرنينج، كل دون بيستخدموه فيها. بس هيحتاج لو حد مش عارف في الحاجات الميديسن، حد معاك في الميديسن أو حد معاك مولكيولار بيولوجي او جيناتكس، ايا كان نوع الداتا اللي هتشتغل عليها، عشان بس يفهمك دي بترمز لايه، عشان هتبقى المواضيع مجرد ارقام انت مش فاهم دي بتعمل ايه. تمام. يا ترى بتسال على ازاي تلاقي الهوت توبكس في المجال اللي هي بتشتغل فيه، اللي هم بيدوروا مثلا الطلبه بتاعت ماستر او بادئين وبيدوروا على البوينت يبداوا بيها. احنا لو شفنا مثلا ده هقول لك فيه، بما اننا ده مش هنعمله ريفرنسينج ولا حاجه، ممكن عن طريق جوجل هتشوفي الهوت توبكس مثلا زي ان ميديسن، ان فارماسي، ان هيربال ساينس، انجينيرنج سبيسيفيك بقى، مش انجينيرنج كجنرال او ميديسن كجنرال، ده ممكن هتشوفيها. هيطلع لك هو عاده المجلات الكبيره الساينتفك، مثلا احنا نيتشر مثلا بيبقى نازل فيها الهوت توبكس موجوده، سيل دي بيبقى نازل فيها الهوت توبكس في المجال بتاعنا، ساينس دي بيبقى نازل فيها. عاده نيتشر وساينس دلوقتي بقوا الهوت توبكس بتاعتهم مالتي ديسيبلينري، يعني تخصصات متداخله مع بعض، مش شغال مثلا طب لوحده ولا انجينيرنج لوحده ولا كمبيوتر ساينس لوحده، اكتر من حاجه داخلين مع بعض. دي ممكن تلجئي فيها تبع تخصصك لجوجل هيساعدك فيها. وانت المفروض بتبقي عارفه نوعا ما، مش عارفه انتوا عارفين ولا لا، بس المجلات اللي هي بتبقى توب في التخصص بتاعك، هي دي هتلاقي فيها نازل كده هو على الصفحه الرئيسيه بتاعه ويب سايت المجله الهوت توبكس الموجوده في الديسيبلين الفلاني، فهي دي بتلاقيها. او لو عملتي سيرش على جوجل هتفيدك، يعني دي بالذات سهله من جوجل، مش محتاجه الداتابيز بتاعه السبيشاليز. يعني كنت بيسأل على مراكز أبحاث في الأردن، يعني معنا طلبة من الأردن، لو حضرتك تعرفي مثلا جروب أو حاجة هيك. لا جروب لا، أنا كنت بس سألت على حاجات كانت كانسر هوسبيتلز كده هناك وحاجات، عشان كنت انترستد في عمل كولابوريشن معهم، لكن ما فيش ريسيرش جروبس، لا ما أعرفش. كان في سؤال كمان، في حد بيطلب هيك طريقة كتابة الريسيرش بيبر او البروبوزل.
ما الرايتنج والبابليشنج دول موضوع لوحدهم. ده هو ساعات بنعمل ووركشوبس كامله يوم بحاله مثلا في الرايتنج. احنا هنا يعني بنحاول نفتح الامور معاكم, يعني كل جزء من اللي احنا قلناه دون عشان نتمكن منه او نعرفه ممكن يبقى تريننج لوحده, لكن احنا بنحط حاجه هوليستيك كده نفتحها وبعد كده نبدا ندور في كل حاجه او نبدا يعني نزود عليها نفهم. بحط ماب كده هو انت عايز ايه وبعد كده واحده واحده نبدأ نعرف كل حاجة منهم. والله دكتور في المحاضرات المعمل الأساسي كان في كذا محاضرة عن الكتابة الأكاديمية. أكيد والنشر العلمي معنا عارفة كده هو ده أكيد, وبتهيالي هيتعرضوا لها في أثناء المعمل. هي لسه أعتقد في الأسابيع يعني الأسبوع السادس أو السابع. في حد بس بضيف على الوضع الجري للتليتشور. قال الحاجات اللي مش منشوره حاليا, ما هي بدل مش بير ريفيود او مش منشوره, فانا لسه ما اعرفش دي صح ولا غلط. مش بقول انها وحشه, ممكن تبقى حاجات كويسه, بس في مثلا جهات منحه بتشترط كده واضحه ما تعمليش سايتيشن او تكتب ريفرنس من حاجه لسه ما اتنشرتش. يعني ده معناه انها مش يعني ما اقدرش استخدمها. ممكن تبقى حاجه كويسه بس لسه بدل ما مرتش بالبروسيس الطبيعيه بتاعه النشر وانها تتراجع وانها تنشر, يعني لا ما يفضلش استخدامها. بس حصل الكلام ده طبعا خلال الفتره اللي فاتت في كوفيد 19, كانت الدنيا سبهلله, كانت لا الحاجات دي كان ليها مزايا وليها عيوب. المزايا ان في حاجات كانت مهمه بنحتاج نعرفها فبتتعرف على طول عشان وقت النشر والمراجعه ده بياخد كتير, بس في نفس الوقت طلع ناس كتير بتهجس بتقول كلام مش صح وكلام مش معمول بطريقه صح, والناس عايزه تزيط كده في الزيطه. فدون كان عشان حاجه ارجد ناس بتموت ممكن نعمل الحكايه دي او يعني نتحمل تبعاتها وحصل فيها مشاكل كتير وقلق, لكن في العادي لا مش اكسبتد. لا تمام. شباب صار في مصر, ايه الهيئات في مصر اللي ممكن يقدموا ليها لو عندهم افكار معينه محتاجين مثلا فند ليها او يشتغلوا في مؤسسات بحثيه؟ اكاديميه البحث العلمي بالذات فتح حاجات للاندرجراد, كان بيبقى تبع مشروعات التخرج كول كده هم بتنزل هي سينك في شهر لا في اخر 10 لا في 11, بتديهم فند مش وحش يعني لو عايزين يعملوا فكره معقوله. في ممكن برضو دلوقتي في بنك الابتكار المصري تبع الاكاديميه برضو ممكن الناس بتابلود افكار, ولو في افكار كانت كويسه ومعموله يعني ما متصاغه بشكل كويس ممكن يعملوا لها فند. يعني بشكل او باخر اللي واخد التراك دون اكاديميه البحث العلمي, وهي ليها موقع على ممكن يعملوا اكاديميه البحث العلمي, اعمل على جوجل برضو كده دون هتطلع لك الموقع بتاعها, هتعرف اكتر عن المواضيع دي. في سؤال كمان, لو حد صيدلاني ممكن يعمل ريسيرش بيبر من غير المعمل لو هي ثيوريتيكال مثلا؟ ده الميتا اناليسز نوع من الميتا اناليسز او السيستماتيك ريفيو ده نوع من الريسيرش برضو كويس مهم كمان. ده زي بيبقى تجميعه كده للجزء في النقطه العلميه, يعني بيبقى تجميعه كده, وكل ما كان الواحد عنده خبره في انه يصيغها بطريقه كويسه الناس هتهتم بانها تقراها وتعرف اكتر, وهيبقى لو اسلوبها كويس الناس تستعين بيها كتير وتبقى يعني من الحاجات اللي بيحصل لها سايتيشن كتير ايفن اكتر من الاوريجينال ريسيرش ساعات, اللي هي بتبقى الميتا اناليسز او سيستماتيك ريفيو عشان بتبقى مصدر مجمع لمعلومات كتيره في حته واحده. يقدر, بس ناخد بالنا ان هي دي للعلم, لكن اللي جاي مثلا لو في ترقيه لو في رساله ماجستير او دكتوراه لازم يخش معمل. ماشي, ده نقطه برضو يعني عشان لو هو له بوست بعد كده. شيت الاكسل في الجورنال بيبرز ده يقدر يجيبوه منين؟ هعرف. طيب حاضر, انا والله انا بلاقيه على جروبات, في جروبات كتيره موجوده على السوشيال ميديا ساينتفك ريسيرش مثلا دون. انا مشتركه في اكتر من حاجه على الفيسبوك فبلاقي الحاجات بتنزل طبيعي, حتى انا ما بدورش عليها بلاقيها نازله في كل حته. فبرضه مهم يا جماعه لو تلاقوا يعني صفحات كده خاصه بالبحث العلمي في مصر بالذات بتبقى كويسه, ناس بيساعدوا بعض بينزلوا كل جديد برضو, فدي تبقى يعني هتبقى حاجه كويسه.
بس انا ممكن اشوف لك فين، هفتكر اشوف لك فين، ممكن ابقى بكتبها بقى على الجروب هناك في الورك بليس. Joining master thesis and real research, what is the difference between joining the real research؟ لا ما ماستر سيسز دي ريل ريسيرش، بس هي الفكره ان ده يعني ده بيبقى طالب الماستر دوت مسؤول بشكل كبير نوعا ما عن الشغل دوت. لو قصدك بقى الريسيرش ان مجموعه من الدكاتره بيشتغلوا زي مثلا بيعملوا الابحاث اللي هي البوست دوك او كده، يعني انا السيسس بيتعلم منها كويس قوي الطالب الماستر عشان بيبقى متطلباتها في الكتابه بالذات اعلى، بتكتبي كميه اكبر فبتفحصي في الموضوع اكتر، الميثودولوجي بتكتبيها بالتفصيل الممل، الديسكشن برضو نفس الحكايه، مخرج اللي هو بقى البوست دوك ريسيرش دوام بيبقى ساينتفك بيبر عاده ما بتزيدش عن 12 صفحه، بتبقى بشكل مختصر للريفليكشن للريسيرش بشكل مختصر شويه ما بتعمقيش. فانا بعتبر الماستر مثلا سيسز والبي اتش دي سيسز بيبقوا تعليميه وانفورماتيف اكتر من بعد كده البوست دوك ريسيرش، بحيث خلاص المفروض ان هو اتعلم بقى فعايز الريسيرش نفسه بنتائجه بس ويطلع كده، مش هيتعلم لسه كتابه ويقعد يسهب في الكلام ويعرف فيه بس. انا بس كان دكتور احمد ماضي كان حاضر معنا اللايف يعني كان بعد الحمد. ميرسي جدا. أعتقد إحنا كده جاوبنا على كل الأسئلة اللي الشباب سألوها على الشات. تمام طيب الحمد لله كده من فشو. لو في أي حاجة تانية ممكن تكتبوها على الورك بيس ودكتور هدى موجودة معني. موجودة إن شاء الله. ميرسي جدا على وقتكم، يا رب تكونوا استفدتوا وتكونوا كلكم باحثين شاطرين كده هو، وإن شاء الله نتقابل تاني على خير خلال المعمل. شكرا لك جدا دكتور وجزاك الله خير. جزاك الله خير. ميرسي جدا. السلام عليكم.